الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم. اليوم بحول الله تعالى سنقدم درسا في مادة الاجتماعيات في مكون التاريخ تحت عنوان أكتشف ماضيا بعيدا عن طريق الوثيقة المكتوبة. إذا على بركة الله تعالى. إذا للحديث عن هذا الدرس، طبعا لابد أن نذكر ونتذكر وإياكم الدرس الذي سبق أن تعرفتم عليه، وهو اكتشاف الماضي القريب عن طريق الوثيقة الشفهية. إذن لكي نكتشف ماضيا قريبا نستعمل أو يكفي أن نستعمل ما يسمى بالوثيقة الشفهية من خلال إقامة استجواب مع أحد الأشخاص لكي نستخرج ونستفيد منه مجموعة من المعلومات. كما نرى مثلا هنا فقط للتذكير، يعني تلميذ يعني يسأل معلومات حول أسرته، ثم لدينا إذا تلميذ يطرح مجموعة من الأسئلة على يعني أمه كي تحكي له عن تاريخ أسرته، ثم الصورة الموالية عن تلميذ يسأل مدير مؤسسته لكي يمنحه تاريخ مدرسته وأهم المعلومات الخاصة بها، ثم أخيرا لدينا هنا تلميذ آخر يعني أو تلميذة عفوا تسأل جدها من مجموعة من الأسئلة. إذن هذه الصور فقط تذكرنا بالدرس الذي تطرقتم إليه حول يعني دور الوثيقة الشفهية في تحديد ماضي قريب جدا. بالنسبة لدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى يتعلق بالوثيقة المكتوبة ودورها في تحديد ماض بعيد. هذا الدرس سنتناوله من خلال هذه الأهداف الرئيسية الثلاثة. إذن الهدف الأول هو أن نتعرف أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات معنى الوثيقة المكتوبة. إذن ما هي الوثيقة المكتوبة؟ ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنتعرف عن كيفية استخدام الوثيقة المكتوبة لكي نحصل على معلومات تاريخية لماض بعيد. وأخيرا سنستخلص طبعا أهمية هذه الوثائق المكتوبة في دراسة التاريخ الماضي. إذن لتحقيق هذه الأهداف نبدأ بحول الله تعالى بتمهيد مبسط لهذا الدرس من خلال الوثائق الآتية. إذن كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، هذه مجموعة من الوثائق، ليست بوثائق شفهية ولكنها وثائق مكتوبة. إذن كما تلاحظون في الوثيقة الأولى فهي عبارة عن شهادة مكتوبة مسلمة من إحدى المصالح الخاصة بالمحافظة العقارية مثلا. هذه الشهادة بطبيعة الحال تتضمن مجموعة من المعلومات عن الشخص الذي يعني حصل على هذه الشهادة، ثم تاريخ حصوله عليها. ثم لدينا أيضا من بين وثائق المكتوبة التي تعرفونها لدينا موجز من رسم الولادة أو ما نسميه بعقد الإزدياد. إذن هذا العقد أو هذه الوثيقة المكتوبة تتضمن مجموعة من المعلومات الخاصة بالشخصية، كما مثلا تاريخ الولادة، الاسم الشخصي، الاسم العائلي، اسم ولي الأب إلى غير ذلك. إذن مجموعة من المعلومات التي توضح لنا تاريخ ميلادك ومكان ولادتك إلى غير ذلك. ثم أيضا هناك شهادة أخرى أو وثيقة أخرى مكتوبة تستعملونها بشكل دائم في حياتكم المدرسية، وهي الشهادة المدرسية. هذه الشهادة المدرسية أيضا تتضمن مجموعة من المعلومات التي تهم مثلا تاريخ مثلا التحاقكم بالمؤسسة، ثم رقيكم السري بها، اسمكم العائلي والشخصي إلى غير ذلك. إذن هذه الوثائق كلها وثائق مكتوبة تبين لنا أو تقدم لنا مجموعة من المعطيات التاريخية سواء عنكم أو عن صاحب هذه الوثائق المكتوبة. طبيعة الحال لكي يترسخ لدينا دور الوثيقة المكتوبة في تبيان المعلومات التاريخية لابد أن تكون لنا يعني انطلاقة مع وثيقة للتطبيق. طبيعة الحال هذه الوثائق التي ذكرناها هي وثائق يعني قريبة جدا من ناحية الزمن نوعا ما، ولكن الآن سننتقل وإياكم لوثيقة مكتوبة تعود بنا لزمن بعيد نوعا ما. هذه الوثيقة هي إحدى الرسائل السلطانية التي كانت تستخدم في زمن بعيد في المغرب.
هذه الوثيقة هي عبارة عن رسالة سلطانية يعني أصلية بعث بها يعني أحد السلاطين المغاربة لأحد العاملين تحت إمارته. طبيعة الحال لكي نستخلص أهمية هذه الوثيقة حاولنا أن نستخرج مقتطفا من هذه الوثيقة يبين لنا لكي نتبين من خلالها أهم المعلومات الواردة فيها وكيف يمكنها أن تساهم في بناء معرفة تاريخية لدينا. إذن لنتابع أعزائي التلاميذ. إذن هذه الوثيقة هي عبارة عن رسالة صاحبها هو السلطان المولى الحسن الأول، وهو سلطان قد حكم المغرب في الفترة ما بين 1873 و1894، وهو والد أو جد الراحل المولى محمد بن يوسف. إذن هذه الرسالة بطبيعة الحال هي مقتطف من تلك الرسالة التي وجهها السلطان إلى عامله بإحدى المدن المغربية. نقرأ جميعا نص هذه الرسالة. فقد بلغ لعلمنا أن المدينة تكاثرت بها الأزبال، وكان المحتسب اعتذر عن ذلك بقلة المدخول المعين له، وقد أمرنا، إذن هنا أمر من السيد السلطان، وقد أمرنا بزيادة الثلث فيما يعطى لأجله، فنأمرك أن تشد عضده على ذلك والسلام. إذن هذه الوثيقة صدرت في 15 من شهر رجب عام 1311 الذي يوافق عام 94-98 الميلادي، وقد أخذت هذه الرسالة من كتاب العز والصولة للأستاذ عبد الرحمن بن زيدان في جزئه الثاني. إذن هذه الرسالة المكتوبة تحمل مجموعة من الحقائق التاريخية. إذن مضمون هذه الرسالة هو أن السلطان بلغ إلى علمه أو وصله خبر أن المدينة التي كان عامله يعني عاملا عليها قد تكاثرت وتفشت فيها مجموعة من الأزبال والنفايات، وقد أعيد أو يرجع سبب ذاك التكاثر إلى أن المدخول المخصص لهذه العملية كان مدخولا ضئيلا جدا، وأمر السلطان حسب يعني منطوق النص أو الرسالة أمر السلطان بتوفير مبلغ إضافي مخصص لهذه العملية، وأمر عامله بأن يقف شخصيا على تنفيذ هذا القرار. إذن هذه الوثيقة كما قلنا يعني تحكي لنا عن حدث أو حادثة تاريخية قد مضت في عهد السلطان المولى الحسن الأول. إذن أعزائي التلاميذ، هذه الوثيقة والوثائق السالفة الذكر لابد أن نستخلص منها تعريفا للوثيقة المكتوبة ثم دورها وأهميتها. إذن كتلخيص لما تم الإشارة إليه، فإن الوثيقة المكتوبة هي ماذا؟ إذن الوثيقة المكتوبة هي وثيقة تاريخية أصلية، إذن هي وثيقة تاريخية أصلية أو منقولة خطيا أو مطبوعة. طبعا الهدف منها أنها تفيد في دراسة التاريخ واكتشاف المعرفة التاريخية. طبعا مسألة دراسة التاريخ بالنسبة للمهتمين والدارسين يعني الجانب التاريخي دراسة، ثم اكتشاف المعرفة التاريخية بالنسبة لنا ولكم أعزائي التلاميذ كطالبين لهذه المعرفة. إذن هذا هو تعريف الوثيقة المكتوبة. إذن هي عبارة عن وثيقة أصلية منقولة أو خطية إلى غير ذلك، الهدف منها هو إفادة الباحث في مجال التاريخ أو الراغب في اكتشاف ومعرفة تاريخية معينة ومحددة. إذن هذا بالنسبة لتعريف الوثيقة المكتوبة. طبيعة الحال لكي يترسخ لدينا هذا التعريف ونستخلص بجد يعني أهمية الوثيقة المكتوبة، انتقينا لكم أحد أهم الوثائق التي ترتبط أو لها صلة كبيرة بتاريخنا المغربي البعيد نوعا ما، وهذه الوثيقة
طبعا الحال هي كما تعلمون وثيقة المطالبة بالاستقلال. هذه الوثيقة أعزائي التلاميذ كما تلاحظون هي وثيقة مكتوبة تتضمن مجموعة من المعلومات ومجموعة من المسائل التاريخية التي سنحاول أن نستخلصها وإياكم. إذا بداية هذه الوثيقة كما ترون وثيقة 11 يناير 1944. إذا هذا يمثل ماذا؟ ليس عنوانا ولكنه يمثل التاريخ الذي صدرت فيه هذه الوثيقة. إذا هذه الوثيقة صدرت في 11 يناير 1944. ثم أيضا بالإضافة إلى تاريخ صدورها فإن الوثيقة تتضمن مجموعة من المعلومات من بينها مثلا الهدف الذي لأجله يعني أصدرت هذه الوثيقة. إذا الهدف من هذه الوثيقة بطبيعة الحال هناك أهداف كثيرة ولكن الهدف الرئيسي منها هو أن الموقعون على هذه الوثيقة كانوا يطالبون باستقلال بلدنا الحبيب وإتمام وحدة ترابه الوطني بشكل عام. كما تضمنت الوثيقة معطى تاريخي هام جدا أيضا وهو بعض أسماء الموقعين على هذه الوثيقة. بطبيعة الحال هؤلاء الموقعين كانت لهم حقة كبيرة أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات على وطنهم من أجل استرجاع وحدته وإتمام استقلاله. إذا هذه الوثيقة وثيقة المطالبة بالاستقلال هي مهمة جدا بالنسبة للمواطن المغربي وبالنسبة للتاريخ المغربي، لذلك فإننا نقيم لها ذكرا أو احتفالا كل 11 يناير من كل سنة. إذا هذه الوثيقة هي أيضا نموذج من النماذج التي تقدم لنا أهمية الوثيقة المكتوبة في تسطير وأخذ مجموعة من المعلومات التاريخية. أعزائي التلاميذ، لكي يترسخ في ذهنكم أهمية هذه الوثيقة المكتوبة لابد لنا أن نمر عبر استثمار أو تطبيق بسيط لنرى هل فعلا تمكنتم من استيعاب معنى الوثيقة المكتوبة وتمييزها عما رأيتموه في الدروس السابقة مثل الوثيقة الشفهية. إذن أولا لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، هنا عندنا وثيقة كناش الحالة المدنية. هذا الكناش الحالة المدنية يتضمن طبعة الحال مجموعة من المعلومات الخاصة بكم وبمثلا الأب والأم وإخوانكم أو أخواتكم، تتضمن مثلا الاسم الشخصي تاريخ الإزدياد لكل واحد منهم إلى غير ذلك. ولكن أعزائي التلاميذ هذه الوثيقة هل هي وثيقة تقال لكم شفهيا وبالتالي شفهية أم أنها وثيقة تجدون كل المعلومات مكتوبة في يعني على مستوى الورق؟ طبيعة الحال هي وثيقة مكتوبة. جيد، إذن هذه الوثيقة هي من الوثائق المكتوبة. النموذج الثاني أعزائي التلاميذ، استجواب إذاعي عن المسيرة الخضراء. تلميذ أو تلميذة من بينكم قام باستجواب إذاعي مع أحد الأشخاص حول ذكرى المسيرة الخضراء. طبعا حال هذا الاستجواب هو عبارة عن طرح سؤال وأخذ أجوبة أو طرح أسئلة وأخذ أجوبة. إذن هذا الاستجواب الذي يستوجب سؤالا وجوابا طبعا الحال لا يكون على شكل كتابة ولكنه يكون بشكل شفهي، لذلك لن نضع علامة. لماذا؟ لأنها تمثل وثيقة شفهية كما سبق وأن تعرفتم في الحصة الماضية. النموذج الثالث أعزائي التلاميذ هو سجل مدرستي منذ إحداثها. سجل مدرستي منذ إحداثها بمعنى هذا السجل هو عبارة عن دفتر أو كتاب كبير جدا يحتوي على مجموعة من المعلومات التي تخص مؤسستكم، مثلا سنة تأسيسها، عدد الأقسام الموجودة فيها، عدد السادة الأساتذة والأستاذات الموجودين فيها، ثم عدد التلاميذ والتلميذات، ثم يعني جميع المعطيات الخاصة بهذه المؤسسة منذ تأسيسها إلى ذلك اليوم الذي اطلعتم فيه على ذاك السجل. إذن فهي طبيعة الحال ستكون وثيقة ليست شفهية ولكنها وثيقة مكتوبة. لماذا؟ لأنه يصعب
أن يسرد لكم شفهيا جميع تلك المعطيات، وبالتالي فقد تم تدوينها في سجل كتابي. النموذج الرابع أعزائي التلاميذ هو شهادة الجد لحفيده عن ثورة الملك والشعب. دائما نركز على المسائل التي تهم وطننا بطبيعة الحال. ثورة الملك والشعب هو حدث تاريخي مهم بالنسبة للمغاربة، ولكن هناك تلميذ توجه لجده أو طفل توجه لجده وأراد أن يأخذ معلومات عن هاته أو عن هذا الحدث، وبالتالي سيكون هناك استجواب استجواب بين الطرفين، يعني طرح أسئلة وأخذ أجوبة، وبالتالي فهي عملية تتم شفهيا يعني على مستوى النطق والتلفظ بالأسئلة وأخذ إجابات، وبالتالي طبعا هي أيضا ما هي إلا شهادة شفهية وليست بشهادة مكتوبة. ثم النموذج الأخير أعزائي التلاميذ هو شريط وثائقي عن زلزال أكادير سنة 1960. إذن هذا الشريط الوثائقي هو عبارة عن شريط يحتوي على مجموعة من الصور المرئية المتحركة، ليست بشفهية ولا بمكتوبة. إذن مجموعة من الصور تشاهدونها وتنقل لكم مجموعة من الأحداث عن الزلزال الذي أصاب أو ضرب مدينة أكادير في هذا التاريخ. إذن ولكن هذا الشريط يحتوي على مجموعة من المعلومات بطبيعة الحال التاريخية، ولكن الطريقة التي توصلنا بها لهذه الأحداث وجمعنا بها هذه المعلومات لم تكن شفهية ولم تكن مكتوبة، بل هي صور مشاهدة في حاسوب أو تلفاز معين إلى غير ذلك، وبالتالي طبعا هي ليست بوثيقة شفهية ولا وثيقة مكتوبة. إذن أعزائي التلاميذ أتمنى صادقا أن تكون هذه الأجوبة التي سطرناها وهذا الدرس قد أفادكم في التعرف عن الوثيقة المكتوبة وأهميتها في أخذ وجمع معلومات تاريخية عن ماض بعيد، وشكراً.